مهندس نيمات قائد الميداني مختار جد. شو بتعرفني بمختار يا عماد؟ يا مرحبا. اهلا مختار. اهلا عاش مراك. انست مرحبتين. الله يسلمك. القائد سليمان حربنا مع بعض في جبهة سرت في 2011 يا عماد، ومن وقتها ما عادش تلاقينا. خمس سنين. بالله كيف صار في الإصابة اللي فيه؟ الحمد لله ما تجي شيء إحدى تضحيات التريس. لا ما دام تعرفوا بعضكم من قديم، أنا طلعت براني تو. هيا نسوا بعضكم. الله ينسك، نور يا عماد. بارك الله فيكم على الفزعة بتاع البارح. لولاكم راه كلنا الدواعش. ما ليش أقول لك يا راجل. هذا واجبنا زي ما هو واجبكم بالضبط. وبعدين راه أنتوا اللي لكم الفضل، أنتوا اللي وصلتوا قبلنا هنا. إحنا جينا متأخرين. لكن الوضع غير صحيح. يا راجل ما فيش دعم وصلنا بكل. والشباب حتى كانهم يجيبوا فيه من حشانهم يا تن يا جبنة، وكانوا حالهم باي حصلوا طنجرة مكرونة ولا وصلتهم حاجة من الحراير. أغلب الشباب يقاتلوا بسلاحهم وذخيرتهم بلا خدات ولا وقيات. ولو استمر الوضع هكي نسبة الإصابات والموت حتزيد. الشباب الليبي أكثر شباب مظلوم يا فندي سليمان في العالم. وقت الدنيا مرتاحة ما في حد مدورهم، وقت نوض الحرب لعب عليهم ومو بس. ويالتها حتى في من مقدرهم ولا مهتم بيهم. بالله يشوف شباب 19 20 عام شي اللي خليهم يقدموا أرواحهم بلا شك. لا عندهم مكسب مادي ولا حتى إعلام وقنوات بعدين حيذكروا أساميهم. الفرق إن ليبيا اللي في قلوبهم ما هياش زي ليبيا اللي في قلوب المسؤولين.